هلا في اخ عم يسجل، عم يسجل لك كلمه. ما عنديش مشكله. لا ما نحن عم نسجل. انا لما بحكي كلمه ما بزعجش بحد. نحن اتعس منطقه هي منطقه بنت جبيل، لا بدي احكي بزفر ولا بدي احكي بمي. بدي احكي بادنى شيء، يمكن المي ان ينزل عن عين حبي دم المي لو بدنا نمسيها. انت علي كيف؟ لا عندنا مدرسه مثل العالم. لا عندنا مستشفى مثل العالم. لا عندنا جامعة إذا بدنا نعمل بدنا نعلم أولادنا بمنطقة بجبال فيجيا. المستشفى المدرسة لما بلش بالمدرسة في مدرسة في مدارس في مدارس بس ما في أساتذة. أنا فت على المدرسة شايل يعني مخي والله العظيم سمعت كلام زفر بقلب المدرسة ما بسمعش على الشارع. ارفعوا أنتم حلقة أمل حزب الله ارفعوا يدكم عن المدارس شيلوا القطاع السياسي عن المدن عن الأساتذة. جيبوا لنا لجان من وزارة التربية طائرة على الجماعة لأنه بدأ يضطر يا حضرة النائب عم يظهر كل يوم خمس ست ضمير عم نروح لبرا. مدرسة السبطانية سكرت للأسف صارت للعصافير ولا الحياة ولا الجرادين. لا بده يصير فينا هاي طلع بالمناطق الثانية. مستشفى لبنان هي أفضل مستشفى بالمنطقة. إذا بدك تشد عليها بدك تودع أهلك أو بدك ترم بيتك لتتحسن. أغلب الجمعة الأمريكية شال التالتة شيلوا بدنا شيلوا قطاع عن البلديات خلينا نشيل عن البلديات في عقلين صلاحيات للبلديات. يعني بدي اقول لك مسألة. أنا زلمة معطل بي عنده خمسة شباب هالخمس شباب ورطت كل واحد لهم أرض. خلصت أنا خمس شباب يا حي في ورطت لهم بدي أعمل لهم أربع طوابق خمس طوابق بدي أحطهم فوق بعضهم. ممنوع إلا ثلاث طوابق بالمنطقة. إذا بدك تعمل إن الجيش بدك توصل لعند المدة شو اسمه هذا قاضي المنطقة قاضي المنطقة لتعمل إن الجيش ببلدك. إذا بدك تعمل خيمة أنت ما تحكيش عند البلدية صلاحيات. هم أهم حقوق إلنا. جوار تعودنا عليهم، عطاش تعودنا عليهم، كهرباء مقطوعة تعودنا عليهم. بس هم يعني بلا كهرباء في عاجل، بس بلا مستشفى ما في عاجل. بلا مدرسة ما في يتعلم. بكره أنت بلا مدرسة بعد عمر طويل. مو زي ما نشوف واحد معانا ونعمل له هيك معاش فين العلم راح. خلصت اهم شيء ولينا اهم شيء اهم شيء ليه اسرائيل معلش اللي نحن عم نحارب صار 40 سنه عم بتجيبهم من اخر الدنيا بتعمل لهم مستوطنات بتعمل لهم بيوت بتسكنهم بتعطيهم وظائف وبتعطيهم سيارات. نحن يا خيي ما بدناش تعمرونا مش ممنوعين تعمرونا قالوا لنا نحن عمنا. شيلوا الدرع علينا، شيلوا الاستقصاء علينا، شيلوا المعلومات علينا، شيلوا المخابرات علينا، ما في مملوك سكان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.